علاج ثالول القدم. مرحبا واهلا وسهلا بكم اعزائي واحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة، والتي اردنا ان نوضح علاجا لثالول القدم. اولا، هناك بعض العلاجات المختلفة، وهي المعالجة بما يسمى بتطبيق النيتروجين السائل على الثالول لنتخلص منه، وأيضا ما يسمى لدينا بحمض السالسليك الذي يتم تطبيق هذا الحمض ووضعه على الثالول على القدم، وبإذن الله يختفي كليا. هناك علاجات أخرى مثل أو عن طريق العلاج بالليزر أحبائي وأعزائي، فبالتالي هذا الأمر قد يساعد بشكل كبير جدا على التخلص من ثالول القدم والذي يظهر في القدم. وإلى اللقاء.